يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بجمهور النادي الاهلي. نبدا مع حضراتكم حلقه جديده والسادسه، السادسه اللي وعدناكم من اليوم الاول ان هو يكون مساحه لصوت جماهير النادي الاهلي. خليني اقول لحضراتكم انه قبل ما بطلع في حلقه النهارده انا وزمايلي كلهم الحقيقه بتبقى حلقه دايما من الحلقات الصعبه، بتبقى حلقه من الحلقات والحمد لله انها قليله، الحمد لله انها قليله، اللي بنبقى عايزين نتكلم فيها ونعبر عن صوت الجماهير وعايزين نشوف مشكلاتنا ونشوف اخطائنا عشان نبص اكتر على اللي جاي. وهو ده منهج النادي الاهلي، الرياضه مكسب وخساره، ده بالتاكيد شعار مفيش حد ممكن يتناقش فيه، مش بس في مصر ومش بس جمهور النادي الاهلي، لا على مستوى العالم مفيش فريق في الدنيا، مفيش فريق في الدنيا عنده سلسله انتصارات لا تنتهي حتى وان كان اكبر فريق وحتى ولو كان بيضم اعظم نجوم العالم. ده شيء احنا متفاهمينه ومقتنعين بيه ومبدا ثابت عند كل الاهلاويه اذا كان ليا ان انا اتكلم بلسان جمهور النادي الاهلي. لكن في الحقيقه احنا خسرنا بطوله، وخسرنا بطوله كنا الاحق وكنا الاقدر بان احنا نحققها، وخساره اللقب الحقيقه في حد ذاتها مش هي سبب رد الفعل العنيف اللي حاصل من جماهير النادي الاهلي. وخليني اقول لحضراتكم مثالا على الكلام ده انه الاهلي قريب جدا خسر بطوله اهم وخسر بطوله اكبر وخسر بطوله عند جماهير النادي الاهلي مكانتها اعلى بكتير جدا من بطوله السوبر، سوبر مهمه محدش يقدر يقلل منها، وكاس هتضاف لخزان النادي الاهلي وبالتاكيد ده كان هدف بنسعى لتحقيقه. لكن خلينا نتفق انه في فرق كبير جدا بين رد فعل جمهور النادي الاهلي على خساره بطوله الدوري، استيعابه لخسارة اللقب، تقديره للظروف اللي أدت لخسارة اللقب، أسباب الخسارة دي كان في جزء إحنا كنادي أهلي نتحمله ونتحمل مسؤوليته، وفي ظروف كانت خارجة عن إرادتنا برضو أدت لخسارة اللقب، وبالتالي رد الفعل ما كانش في حالة الغضب، في حالة حزن على فقدان بطولة لكن ما فيش حالة الغضب. طيب نتكلم على حالة الغضب بقى ما بعد خسارة بطولة السوبر، في حزن لخسارة اللقب برضو زي الدوري لكن حالة الغضب أكبر بكتير، رغم أن البطولة مش على نفس القدر من الأهمية. يعني لما تيجي تشوف ردود أفعال الناس وتلاقي حالة الغضب الكبيرة جدا على بطولة ممكن نقول أنها تيجي في المرتبة الخامسة أو السادسة من حيث ترتيب الأهمية، بعد بطولة زي بطولة دوري الأبطال أفريقيا، بعد بطولة زي بطولة الدوري العام، بعد بطولة زي بطولة كأس مصر، بعد بطولة زي سوبر أفريقيا، تيجي بطولة سوبر المصري. ده من حيث الترتيب والأهمية، ده بيتهيألي الترتيب اللي اتفق عليه الأغلبية الكاسحة. طب ليه حالة الغضب دي؟ حالة الغضب ببساطة شديدة جدا من شكل وأداء فرقة النادي الأهلي، من الروح اللي ما كانتش ظاهرة الحقيقة في مباراة امبارح، مشاكل كتير وأخطاء كتير. حقيقي المباراة دي أظهرت إن احنا عندنا مشكلات كبيرة جدا، على الرغم خد بالك دايما إنه حالة الإحباط اللي بتحصل في كل حاجة في الحياة، حالة الإحباط اللي بتحصل للواحد مرتبطة دايما بسقف الطموحات والأحلام والأهداف. يعني لما يكون سقف طموحاتك كبير جدا جدا وتيجي ضربه صغيره او يجي مطب صناعي بيبقى حاله الغضب او حاله الاحباط كبيره جدا، لان سقف طموحاتك كان كبير جدا. وبطوله السوبر بالنسبه للاهلاويه كانت شيء طبيعي وشيء مضمون. الفريق بتاع النادي الاهلي اللي حقق في اقل من سنه كل البطولات دي طبيعي جدا ومنطقي جدا ان هو يجيب السوبر. قلنا طبعا واتكلمنا وطبعا مبروك طبعا لفرقه طلائع الجيش، قدمت عرض محترم جدا وقوي جدا، لازم نقول لها مبروك، دي هي اخلاق النادي الاهلي. لكن مهم كمان نتكلم عن نفسنا عشان عندنا مشوار صعب جدا، واوله واقربه هو ماتش ام بي يوم السبت اللي جاي. خدوا بال حضراتكم، والرساله دي يعني ان كان ليا ان انا اتكلم بلسان جمهور النادي الاهلي لابد انها توصل للعيبه، اللعيبه اللي اترفعت لسابع سماء على اكتاف جمهور النادي الاهلي لازم تفهم انه النادي الاهلي مش رياضه بس، مش بطولات بس، مش القاب بس. النادي الاهلي بالنسبه لجماهيره اكبر من كده بكتير. وما عنديش شك بل ان انا عندي يقين انه جزء كبير جدا من جماهير النادي الاهلي وخصوصا اللي بتشجع فرقه الكوره ملهاش في الكوره. يعني في ستات وفي اطفال وفي رجاله كبيره ما لعبتش كوره وما قربتش من الكوره لا من قريب ولا من بعيد، لكنها بتعشق كيان النادي الاهلي لسبب بسيط جدا، انه النادي الاهلي طول عمره سبب من اسباب فرحه الناس دي. انت مش بتلعب كره عشان تحقق مجد شخصي ولا بتلعب كره بس عشان تحقق بطوله، لكن في سبب مهم جدا لازم تحطه دايما في الاعتبار، ان ماشي وراك 70 80 مليون انت مصدر او سبب رئيسي في فرحتهم. وبالتالي اعتقد ان الروح اللي حصلت امبارح هي ببساطه شديده جدا وباختصار شديد جدا هي سبب حاله الغضب. روح الفانيلا الحمراء اللي احنا بنتكلم عليها ما حسيناهاش، ما وصلتش،
وياما بالمناسبه القاب كتيره جدا وبطولات كتيره جدا خسرها النادي الاهلي، لكن جمهور النادي الاهلي ما كانش غضبان ولا زعلان ولا حزين، كان حاسس ان الرجاله اللي في الملعب عملت اللي عليها والزياده. دي عينه، ده مثل، ده نموذج من حاله الحزن. اقدر اقول انه الناس اللي تابعت مباراه امبارح مش سعيده وفرحانه وفخوره بكل الانجازات اللي حصلت في الفتره الاخيره؟ طبعا لا. حد يزعل ان فرقته كسبانه 2 دوري ابطال؟ حد يزعل ان فرقته 3 عالم في كاس عالم انديه؟ حد يزعل انه الفريق مسيطر على كل الالقاب في المواسم الاخيره؟ 5 القاب دوري متتاليه، معاهم كاس السنه اللي فاتت، معاهم سوبر افريقيا السنه دي. مش ممكن جمهور كوره يكون زعلان عشان بطوله سوبر بس. مش ممكن جمهور كوره يكون محقق كل الالقاب والبطولات دي يزعل على ضياع بطوله مهما كانت اهميتها، حتى ولو كانت اكبر من بطوله السوبر. لكن الحقيقه حاله الحزن والغضب الممزوجه بالقلق على اللي جاي هو ده اللي ممكن يلخص رد فعل جماهير النادي الاهلي. اتمنى انه، على فكره بطوله الكاس كبرت قوي. بطوله كاس مصر خدت عند جمهور النادي الاهلي اكبر بكتير جدا من حجمها واهميتها. انت عندك مشوار كاس، عندك مشوار دوري ابطال، عندك سوبر افريقي، عندك كاس عالم انديه، وبالتالي الموسم اللي جاي كل البطولات دي رغم اهميتها جدا ورغم انها مكانتها عند النادي الاهلي وجمهوره كبيره جدا، لكن انت حطيت نفسك في انك تخلي بطوله الكاس حياه وموت. والبدايه من ماتش امبي. انا بيتهيالي انه على الكل، وطبعا مجلس الاداره خد قرارات وعنده اجتماع مع مستر موسيماني عشان يتناقش في كل الاسباب الخاصه بخساره بطوله السوبر، لكن في النهايه انا بيتهيالي على كل حد، كل فرد شايل على صدره شعار النادي الاهلي انه يراجع حساباته، لانه الامور اصبحت لا تحتمل مزيد من الاخطاء. عندنا شغل كتير جدا، وعندنا اخطاء كتيره جدا، وعندنا حاله سميها تشبع ماشي، سميها تراخي ماشي، سميها اجهاد، وان كنت انا احط على كلمه اجهاد دي بين قوسين شويه، لانه اعتقد ان قماشه النادي الاهلي السنه دي تسمح ان يكون عنده فرقتين والاثنين ينافسوا. انا ممكن احط لحضراتكم تشكيل لفرقتين الاثنين عندهم قدره ان هم ينافسوا على كل البطولات. وبالتالي كلمه الاجهاد مش هتاكل مع النادي الاهلي او مع جماهير النادي الاهلي في الفتره اللي جايه. شغل كتير، اخطاء كتيره، نوبه صحيان، نوبه فوقان، وكويس ان ده حصل في السوبر وقبل ما نبتدي مشوار هو الاصعب. البطولات اللي جايه بالتاكيد اصعب بكتير جدا من بطوله سوبر محلي. وفي النهايه نتمنى ان المصالحه تحصل قريب، ونتمنى ان احنا نشوف شك وروح غير بدايه ان شاء الله من ماتش امبي يوم السبت. حلقه العالميه هنتابع فيها الكره العالميه، وهنتكلم على محترفينا اللي بالمناسبه طبعا وقع اختيار مستر كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر عليهم كلهم عشان يكونوا ينضموا لمعسكر المنتخب اللي جاي. هنتابع الحلقه وهيكون معانا لقاءات طبعا، ونتكلم على اهم الاخبار في الكره العالميه. خلونا نروح لفاصل ونرجع نبدا حلقتنا مع حضراتكم. ارقام واحصائيات مش هتشوفوها غير في السادسه، يمكن بتعكس قد ايه الكره النهارده بقت صناعه واقتصاد واستثمار بشكل كبير. طيب خلينا نروح النهارده لواحد من نجوم اتلتيكو مدريد واياكس امستردام وويست هام يونايتد، دانيال داكروز كارباو، او طبعا اسم الشهره المعروف اكتر هو داني، طبعا واحد من نجوم المنتخب البرتغالي. هنتكلم معاه اكتر عن الكره البرتغاليه، بمناسبه كمان كارلوس كيروش البرتغالي اللي تولى مسؤوليه المدير الفني للمنتخب الوطني، هو واحد من اللعيبه اللي دربت معاه. ونتكلم كمان على اهم الموضوعات اللي تخص الكره البرتغاليه، جوزي مورينيو في روما، كريستيانو رونالدو في المان يونايتد، وغيرها من الموضوعات. خلينا بس في البدايه نستقبله في السادسه، نرحب بيه على شاشه النادي الاهلي. بشكرك طبعا على وجودك معانا في البرنامج، واهلا بيك على شاشه النادي الاهلي. ثانك يو. شكرا لكم، شكرا لكم جميعا. خليني ابدا من البدايه الحقيقه مع اسم كارلوس كيروش، طبعا المدير الفني اللي تولى البرتغالي اللي تولى مسؤوليه المنتخب المصري. رايك ايه في الخطوه اللي خدها؟ شايف ازاي فرصه مع المنتخب الفتره او المرحله اللي انت قضيتها تحت قياده كارلوس كيروش، كانت ايه هي ابرز ملامحها؟ اوكي. First of all, thank you for inviting me.
حسنا في بداية الأمر شكرا لكم على استضافتي، شرف كبير أن أتواجد هنا معكم. والآن بالحديث عن كارلوس كيروش، هو واحد من أفضل المدربين في العالم، هو لديه كل الأدوات ولديه كل شيء يحتاجه المدير الفني ليكون ناجحا في مسيرته مع أي فريق. هو لديه مسيرة ناجحة بالفعل مع المنتخبات ومع الأندية كذلك، هو ملم بجميع جوانب كرة القدم، هو لديه علاقة طيبة جدا جدا باللاعبي كرة القدم. فأعتقد مع منتخب بلادكم إذا توفر له اللاعبين المناسبين سيؤدي مسيرة ناجحة معكم. أنت تدربت معاه في الفترة اللي كنت بتلعب فيها لسبورتنج لشبونة البرتغالي، ممكن تكلمنا يعني إيه المرحلة دي اشتغلت أو اشتغل إزاي معاكم فيها؟ إيه أهم الملامح اللي بتميز كارلوس كيروش كمدير فني؟ شايف إيه اللي ممكن يحققه مع المنتخب المصري؟ Well, I believe that his leadership, the way that حسن أنا أؤمن أن قيادته للفرق وطريقة شرحه أنه يشرح كل شيء للاعبين بطريقة سلسة، هو مدرب يستطيع أن يجعل اللاعبين يؤدوا ما يريد بالتحديد ويركز أيضا على الجوانب الفردية، ولكن الأهم ما تستطيع أن تفعله هذه الجوانب الفردية في صالح الفريق. هو يستطيع أن يجعل اللاعب يؤدي في صالح الفريق وما يحتاجه الفريق، فهذه العلاقة هي أساس نجاح كارلوس كيروش مع الفرق التي قادها. ومصر بالفعل لديها لاعبين بمهارات فردية رائعة، فإذا استطاع أن يجعل أو أن يخدم هذه المهارات الفردية في صالح الفريق فيستطيع أن يفعل أي شيء مع المنتخب المصري. فمن المهم أن يعمل الفريق كمجموعة وليس فقط كلاعب فردي، فالنجاح يرتكز أحيانا على الفردية لكن في الأساس يرتكز على كيف تساعد الفريق، وهذا ما يرتكز عليه النجاح. داني خليني أشرح لك يعني ملابسات الموقف عندنا في مصر، أستفيد بخبرتك طبعا كلاعب واحد من اللعيبة المحترفين واللي اشتغلوا كمان في نفس الوقت مع كارلوس كيروش. كارلوس كيروش يمكن العائق الأساسي بالنسبة له دلوقتي هو عامل الوقت، جاي في توقيت صعب جدا وما عندوش وقت لأن احنا داخلين في مشوار تصفيات كأس العالم. جزء كبير جدا من نجاح اي مدير فني هي حاله التفاهم، قدرته على انه يقرا امكانيات فرقته وقدره فرقته واللاعبين في الفريق ان هم يفهموا طبيعه المدير الفني. احنا ما عندناش رفاهيه الوقت دي. لو كلمت على السمات الشخصيه، لو انت بتكلم لعيبه منتخب مصر، ايه الحاجات اللي عليهم ان هم يفهموها يستوعبوها او الحاجات اللي عليهم ان هم يتفادوها في التعامل مع كارلوس كيروش عشان يقللوا او يتجاوزوا حالة الانسجام والتفاهم؟ كما قلت هو لديه أدوات أن ينسجم سريعا مع اللاعبين، هذا ما أعرفه عنه. هو يستطيع أن يفعل ذلك في وقت قصير على المدى القريب وأيضا على المدى البعيد، ويستطيع أن يفعل ذلك في الأيام القليلة المقبلة مع الفريق القومي. والمدرب الذي يستطيع أن يفعل هذا مع أي فريق أستطيع أن أقول هو كارلوس كيروش. هو يستطيع أن يعمل تحت أي ظروف، فأقول لكم ثقوا به، ثقوا بعمله، وهذا هو الأهم بالنسبة للاعبين، لأن اللاعبين يجب أن يثقوا في المدير الفني وفي طريقة تفكير كارلوس كيروش، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لتنجحوا معه. الثقة تبني علاقة قوية من التفاهم ومن الثقة في المدير الفني، فيجب عليكم يا رفاق أن تثقوا في كارلوس كيروش لتستطيعوا أن تبنوا فريق قوي جدا، ويجب على اتحاد الكرة أن يعطيها كل شيء ليؤدي وظيفته في سلام وفي هدوء، وبالطبع سينجح مع فريقكم. طب خليني أسألك برضو شوية عن تجربتك في الملاعب. أنت لعبت في دوريات مختلفة، بداية طبعا كانت في الدوري البرتغالي، لكن بعد كده انتقلت لعبت في الدوري الأسباني واحد من أكبر دوريات العالم، لعبت الأتلتيكو مدريد، لعبت في الدوري الهولندي مع أياكس أمستردام، ولعبت كمان في الدوري الإنجليزي مع ويست هام. واعتقد انك انت تابعت، ويمكن كان معاك واحد من اللاعبين المصريين اللي احنا يعني طبعا بنحبه جدا عبد الستار صبري، لعب معاك اعتقد في فتره من الفترات.
رايك ايه رايك ايه في اللاعب المصري، وشايف ايه اللي الناقص عنده عشان يكون موجود بشكل اقوى على ساحه الكره في اوروبا؟ Good question. سؤال good question. سؤال جيد جدا. First, we have to understand في البداية يجب أن نتفهم أن ثقافاتنا مختلفة. وحين انتقل اللاعب من ثقافة إلى ثقافة مختلفة وأسلوب حياة مختلف وطريقة العمل التي يجدها في أوروبا، فهذا الأمر يجب أن تتأقلم معه، ويجب ويجب أن تخرج من تحت عباءة ثقافتك لتتأقلم مع الثقافة الأوروبية. إذا فعلت ذلك ستتأقلم سريعا وسيتطور اللاعب بشكل أسرع. واللاعبين في مصر لديكم لاعبين رائعين، لديكم لاعبين بالفعل على المستوى الفردي، السرعة والمهارة، لديكم مهارات كبيرة، لكن حينما يأتوا إلى أوروبا يصدموا بالواقع، يجدون اللاعبين يقاتلون من أجل كرة القدم ويجدون الأمر صعب عليهم. يجب على اللاعب المصري أن يهتم بالناحية البدنية ويهتم بالتأقلم في الحياة الأوروبية. إذا جمعت هذه الأشياء سيتطور اللاعب المصري وستجد اللاعب المصري واحد من أفضل اللاعب في العالم. إذا رأيت صلاح، هل رأيت صلاح الآن؟ صلاح الآن هو أفضل أو من أفضل لاعب العالم. هو عاد إلينا بعد سنوات من بداية الاحتراف كلاعب أقوى، كمن أقوى لاعب العالم. هو لاعب قوي ولاعب سريع، المهارة ليست في أعلى شيء، ولكن القوة والسرعة والعقلية، هو واحد من أفضل لاعبي العالم الآن. إذا تحدثنا عن المهارة خليني أرجع معاك فلاش باك كده وافتكر واحد من أسماء الكبيرة جدا في الكرة المصرية، عبد الستار صبري، وأعتقد أنه كان ليه تجربة رائعة جدا في البرتغال. شخص رائع، صديق لطيف جدا، هو شخصية رائعة صبري، قدمه اليسرى رائعة بأعلى شكل. هو كنت أستمتع جدا حينما أشاهد صبري، هو لاعب رائع جدا. لذلك الأمر هو تريد المزيد من اللاعبين الماهرين كصبري، تريد أن يجب أن تعمل أكثر ويجب أن تساعدوا اللاعبين بشكل أكبر ليتفادوا هذا الاختلاف. فهذا هو الفارق بين اللاعب المهاري واللاعب ولاعب القمة. صبري لاعب مهاري جدا جدا جدا. طيب بالحديث عن صلاح، وبما أنك أنت برضو كان ليك تجربة تجربة اللعب في الدوريين سواء الإسباني أو حتى الدوري. داني معنا او داني دخل في حديث جانبي غالبا. داني سمعنا؟ طيب خليني اسالك عن محمد صلاح، وانت كان ليك تجربه اللعب في الدوري الاسباني والدوري الانجليزي، وفي كلام في الفتره الاخيره عن امكانيه انتقال محمد صلاح. هل ترى انه محمد صلاح في حاجه انه ينتقل لدوري زي الدوري الاسباني، وانه ممكن اداؤه يتطور، فرصه في احراز الالقاب تتطور مع احد الفرق الاسبانيه وخصوصا بعد رحيل رونالدو وميسي، ولا ترى انه من الافضل ليه بقاء في الدوري الانجليزي والاستمرار في مسيرته مع ليفربول؟ اعتقد ان محمد صلاح يستطيع أن يفعل كلا الأمرين، يستطيع أن يتطور في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني. هو لاعب ناجح جدا، لديه الجودة العالية ولديه السرعة، هو لاعب يجيد الضغط في جميع المباريات. هو لم يكن لديه هذه المهارة من قبل، لكن الآن لديه. هو يستطيع أن ينجح أكثر ويتطور أكثر من الوقت الحالي في ليفربول والبريمير ليج، ويستطيع أيضا أن يتطور بشكل كبير في برشلونة وريال مدريد. ربما الأمور المشاكل المالية الآن هي ما تمنع شراء محمد صلاح، لكن إذا نظرت إلى جودة ونوعية محمد صلاح ستستطيع أن ترى لاعب يستطيع أن يقود أكبر فريق في العالم. الآن لديك لاعب
يستطيع أن يؤدي في أي مكان في إسبانيا أو في إنجلترا على حد سواء. وسيكون الأمر جيد له في إسبانيا من وجهة نظري كذلك. داني خليني أسألك سؤال الأخير، هيكون عن فرص المنافسة بين محمد صلاح وبين كريستيانو رونالدو بما أنه رجع مرة تانية للدوري الإنجليزي، تتوقع أن الموسم ده مين هيكون النجم الأبرز في الدوري الإنجليزي، صلاح ولا كريستيانو رونالدو بدون انحياز؟ حسنا، لأكون صريحا، اللاعبان رائعان واللاعبان يلعبان لفريقين رائعين، لكني سأقول رونالدو بالفعل. رونالدو أتى لمانشستر يونايتد، أعرف رونالدو جيدا، أعرف روح رونالدو ومثابرة رونالدو، هو الأفضل في العالم ويستطيع أن يظل ذلك، لكن محمد صلاح يستطيع أن يرشح لأفضل لاعب في العالم لكن ليس في هذا التنافس مع رونالدو. دانيال داكروز أو داني، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا على شاشة الأهلي، وشكرا طبعا على مشاركتك في السادسة. الحقيقة هو نجاح في حد ذاته أنه اسم صلاح نوصل في يوم من الأيام أن يتحط في مقارنة، ومش احنا بس اللي بنحطه، ده وسائل الإعلام في العالم كله بتحطه في مقارنة مباشرة مع أهم نجوم العالم النهاردة زي رونالدو وزي ميسي. ويبقى حتى أنه حتى لو كانت المقارنة النهاردة في صالح رونالدو تختلف تتفق، دي حاجه ترجع لك انت، لكن اكيد انه الايام اللي جايه ان شاء الله هتكون للنجم المصري محمد صلاح. وبمناسبه محمد صلاح، تعالوا بقى ناخدكم في جوله. طبعا عندنا ماتش ليبيا في منتهى الاهميه، ومستر كيروش قرر ان هو يضم كل اللاعبين المحترفين اللي موجودين في الخارج عشان ينضموا للمعسكر، يكونوا تحت عينيه، يبقى عنده قدره على تقييمهم. فقرتنا الجايه في السادسه هناخد حضراتكم في جوله كمان على ارقام واحصائيات مرتبطه بالمحترفين المصريين في الفتره الاخيره او في الجوله الاخيره على وجه التحديد. تعالوا نروح للجي بي اس في السادسه بس بعد الفاصل. طب نبدا مع حضراتكم بقى جولتنا في مع الجي بي اس، وناخد كده تور في ملاعب العالم والمدن او الفرق اللي موجود فيها طبعا لاعبين المصريين المحترفين، واللي اغلبهم بالمناسبه خليني اقول لكم ملاحظتين. اولهم انه اغلب المحترفين أصبحوا مهاجمين، وبالتالي خط الهجوم المصري مدعوم بشكل كبير جدا بعدد لا بأس به باللعيبة المحترفة. الجديد في الموضوع هو عمر مرموش اللي احنا كنا اتكلمنا عليه وقدمنا لحضراتكم من فترة مش بعيدة في السادسة، وهو انضمامه لمنتخب مصر، مهاجم شتوتجر طبعا الألماني، لاعب واعد جدا، والدوري الألماني يعتبر من الدوريات القوية جدا على مستوى العالم، بالتأكيد لاعب هيكون إضافة لمنتخب مصر. الظاهرة أنه أغلب المهاجمين باستثناء صلاح وندخل معاه مرموش كمان يعتبروا عطلانين شوية. عندنا أحمد ياسر ريان في ألتاي، عندنا مصطفى محمد في جلاتا سراي. خلينا ناخد جولة ونبتدي مع حضراتكم الجي بي اس، والبداية هتكون من إنجلترا. موسم طبعا قوي جدا للنجم المصري مو صلاح، بداية وانطلاقة قوية جدا الموسم ده، سواء فيما يتعلق بمشاركته في الدوري الإنجليزي أو حتى في تشامبيونز ليج. صلاح شارك مع فرقته 5 ماتشات في الدوري الإنجليزي، في ال5 ماتشات أحرز خلالهم 4 أهداف وعمل 2 أسيست، وشارك في مباراة واحدة في دوري أبطال أحرز خلالها هدف، يعني 6 ماتشات ب5 أهداف، نسبة محترمة جدا في بداية الموسم. تقييمه في الدوري الإنجليزي وفقا لسوفا سكور 7.7، معدل تصويباته على المرمى 4.4 تصويبات في المباراة الواحدة، أما معدل تمريراته ف 27 تمريرة تقريبا في المباراة بنسبة دقة 81%. تم اختياره مرة واحدة بس في تشكيلة الأسبوع في الدوري الإنجليزي، والقيمة التسويقية لصلاح ما شاء الله وصلت حاليا ل 100 مليون يورو. ليفربول حاليا في مركز الوصافة في الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة، وهو نفس رصيد الفريق المتصدر تشيلسي من 5 مواجهات أو 5 مباريات. طيب خليني اقول لكم، يمكن من الجديد او من الاخبار الجديده انه تم تصنيف صلاح النهارده من قبل مجله فوربس على انه واحد الخامس على مستوى العالم من حيث اكثر اللاعبين دخلا، بنتكلم طبعا في انجاز كبير لمحمد صلاح. لاعب ابسويتش سام مورسي اللي بيلعب في ابسويتش تاون الانجليزي، يمكن طبعا سام مورسي لعب خلال الموسم الحالي مباراه وحيده بس، كانت في كاس الرابطه امام فريق شباب ويست هام يونايتد، وما سجلش وما صنعش اي اهداف. تقييمه خلال المباراة دي كان، وطبعا وفقا لسوفا سكور، كان 7.1، التحامات في المباراة 3 التحامات، مرر الكرة 80 مرة بمعدل نجاح 98% خلال المباراة اللي شارك فيها. إبسويتش تاون طبعا بيحتل دلوقتي المركز 19 في جدول ترتيب الليج 1، ورصيده 6 نقاط من 7 ماتشات، القيمة التسويقية ليه حاليا هي 1.5 مليون يورو.
هنفضل في انجلترا ولكن هنروح لارسنال، هنروح للندن وتحديدا مع نجمنا المصري محمد النني اللي شارك للاسف في مباراه وحيده مع الارسنال في الدوري الانجليزي، شارك فيها لمده 45 دقيقه. خلال المشاركه دي مرر 9 تمريرات بنسبه نجاح 100%، معدل تقييمه وفقا لسوفا سكور 6.4، وطبعا ارسنال بيعاني وتستمر معاناته حاليا في المركز ال 13 في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط من اجمالي 5 مباريات. هنسيب انجلترا ونروح لتركيا. تركيا عندنا اكثر من لاعب، والبدايه هتكون مع احمد ياسر ريان الحقيقه، اللي اعتقد انه نقول بدايه قويه، بدايه جيده جدا لاحمد ياسر ريان. شارك في 3 ماتشات حتى الان مع فرقته، سجل فيها هدفان مع معدل تقييمه وفقا لسوفا سكور 7.2 درجه، ومعدل تصويباته على المرمى 1.3 تصويبه، اما التمريرات ف 3.7 تمريره بدقه 67%. التاي بيحتل مركز كويس جدا في الدوري التركي، بيحتل المركز الثالث برصيد 12 نقطه من اجمالي 5 ماتشات، والقيمه التسويقيه لاحمد ياسر ريان حاليا 1,000,000 يورو. من ياسر ريان هنروح لكريم حافظ، وكريم بيلعب حاليا في مالاتاي سبور التركي، لعب 3 ماتشات مع فرقته اخرها كانت امام سيفا سبور في الدوري، معدل تقييمه 6.9 درجه، ومتوسط دقائق اللعب لكريم 58 دقيقه، ما سجلش اي اهداف وما صنعش اي اهداف، متوسط التمريرات 12 تمريره بنسبه دقه وصلت ل 71%، والقيمه التسويقيه حاليا وصلت ل 1.5 مليون يورو. مالاتاي بيحتل حاليا المركز ال 13 برصيد 6 نقاط من 6 مباريات. هنفضل في تركيا. المره دي هنروح لاحمد حسن كوكا المنتقل للدوري التركي. احمد حسن كوكا بيلعب حاليا في كونيا سبور التركي، ولعب مع فريقه ماتشين بس، ما سجلش اي اهداف وما صنعش او صنع هدف وحيد في المباراه، مباراة لجامعته مع التاي سبور اللي بيلعب ليه احمد ياسر ريان، معدل تقييمه 6.85، معدل تمريراته في المباراه كانت 9 تمريرات بنسبه دقه 86%، اما الالتحامات الهوائيه فكانت 2.5 التحام بمعدل نجاح 71%. القيمه التسويقيه لكوكا حاليا 4,000,000 يورو، وكونيا سبور بيحتل حاليا المركز الثالث برصيد 11 نقطه من 5 ماتشات. مصطفى محمد لاعب جلاتا سراي التركي طبعا، واللي كانت بدايته قويه جدا الحقيقه، لا تتناسب مع بدايه الموسم ده، ولكن مصطفى يقدر يرجع. خلينا نقول مصطفى محمد لعب الموسم الحالي مع جلاتا سراي 4 ماتشات بمعدل 30 دقيقه في المباراه الواحده، ما سجلش وما صنعش اي اهداف، ومعدل تصويباته على المرمى 2.3 تصويبه في المباراه الواحده، اما متوسط التمريرات في المباراه ف 5.8 تمريره بنسبه دقه 72%، التحامات الهوائيه 2.3 التحام بنسبه نجاح 60%، القيمه التسويقيه 6.5 مليون يورو. جلاتا سراي حاليا بيحتل المركز التاسع في جدول الترتيب في الدوري التركي برصيد 8 نقاط من 5 مباريات. نسيب تركيا ونروح للسعوديه، اتحاد جده، احمد حجازي النجم المصري المتالق، ده اقل وصف الحقيقه يتقال على احمد حجازي، بيلعب في اتحاد جده زي ما قلت لحضراتكم، لعب 5 ماتشات في الدوري سجل فيهم هدفين، يعني تقريبا بنفس معدل التسجيل بتاع المهاجمين المصريين في الدوري التركي، متوسط تمريراته في المباراه 40 تمريره بنسبه دقه 83%، ومتوسط تمريرات طوليه 4 تمريرات بنسبه نجاح 50%، ومعدل افساد للهجمات 5.2 هجمه، نسبه نجاحه في الالتحامات الهوائيه 50%، وتم اختيار حجازي في تشكيله الاسبوع في الدوري السعودي، وهو بالمناسبه دوري قوي جدا ومحترم جدا وبيلعب فيه لاعبين من مستوى عالي، تم اختياره في تشكيله الاسبوع 3 مرات في الدوري السعودي، واتحاد جده حاليا بيحتل صداره الترتيب برصيد 12 نقطه من 5 ماتشات. نسيب السعوديه ونروح لالمانيا. مرموش، عمر مرموش انتظروا هذا المهاجم مع منتخب مصر، واعتقد انه مستقبل كبير جدا بينتظر عمر مرموش. عمر بيلعب مع شتوتغارت الالماني في البوندسليغا، لعب ماتشين احرز خلال الماتشين دول هدف في مباراه فرانكفورت، معدل تقييمه خلال ماتش اللي لعبه مع باير ليفر في مواجهه يعني باير ليفركوزن
في الدوري 6.4 درجة وفقا طبعا لتقييم سوفا سكور. متوسط تمريراته في المباراة 7.5 تمريرة بنسبة دقة 68%، معدل تصويباته على المرمى 2.3 تصويبة في المرمى، وقيمته التسويقية حاليا 2 مليون يورو، وشتوتجارت حاليا بيحتل المركز ال 14 في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط. كلام أكتر عن الكرة العالمية في السادسة مع ضيوفنا دكتور وليد الحديدي ومينا ماجد، هيكونوا ضيوف علينا في السادسة بس بعد الفاصل. طيب خد بالك كويس من السؤال، هل يمكن أن تغير مدير فني بعد بداية المشوار، يعني وانت في نص الموسم، وخصوصا إذا كنت فريق كبير دايما بيبحث عن بطولات؟ في ناس تقولك أن تأتي متأخرا أفضل من ألا تأتي على الإطلاق. الكلام ده ليه علاقة طبعا ببرشلونة وعشاق برشلونة، لأنه في كلام كتير جدا على رونالد كومان المدير الفني، وسمعنا عن ترشيحات أو بعض الأسماء اللي قالت أنه يورجن كلوب ممكن يكون هو خليفة كومان المتوقع في البارسا. في ناس طرحت اسم تشابي، هنتكلم على البارسا وهنتكلم على مان يونايتد وهنتكلم على ليفربول وعلى تشيلسي اللي مكسر الدنيا، وبالتاكيد لازم نتكلم على المان سيتي ونعدي على بي اس جي، وناخد حضراتكم في جوله كامله كده في ملاعب الكره العالميه. اسمحوا لنا بس في البدايه نرحب بضيوفنا دكتور وليد الحديدي، بيشرفنا بعد غياب عنا الاسبوع اللي فات وافتقدناه، بيوحشنا طبعا دايما. اهلا بيك يا دكتور. بعتذر طبعا، يعني خالص. انت عارف يعني اسعد وقت بالنسبه لي هو اللي بكون موجود فيه على شاشه قناه الاهلي ومعاك، بس الظروف بقى. واحنا بنسعد بيك دايما دكتور وليد. والصاعد الواعد العالمي مينا ماجد طبعا، محلل الكره العالميه. اهلا بيك يا مينا. كابتن احمد، ايه الاخبار؟ مستمتع بيك دايما. دايما انا اكتر صدقني. طيب قبل ما ندخل في قصه البارسا والدوريات والكره الممتعه الحلوه اللي احنا بدانا نتابعها مع بدايه الموسم، خليني ابتدي معاكم بلقطه كده مع مباراه اياكس امستردام وفورتونا الهولندي في مباراه في الدوري، لان انا الحقيقه ملاحظ انه اياكس مهما غاب عنه نجوم، طبعا ده ملخص المباراه، مهما غاب عنه نجوم وباعوا لعيبه يظهر في كل موسم بنسخه تانية رائعه، اسماء وصفقات محدش بيسمع عنها، لكن دايما في الحفاظ على مدرسه الكره الهولنديه، مدرسه اياكس الممتعه، التيكي تاكا، الكره الجماعيه. هنشوف الاهداف، وزي ما حضراتكم شايفين ده الهدف الاول، الهدف الثالث والرابع الحقيقه ممتعين. دي كره طبعا عرضيه، استلام اكتر من رائع، باس تصليح، وبصوا التكتل الدفاعي، يعني هو الحقيقه حاجه من اللي بتميز فرق زي اياكس وزي بروسيا دورتموند قدرتهم على ان هم يكسروا اي تكتل دفاعي. الماتش الاخراني اللي قبل ده اياكس كان كسبان فيه بنتيجه 7 9-0، استلام وتخليصه في جزء من الثانيه، استلام بالشمال وتخليصه باليمين، هدف ثالث لاياكس امستردام. طبعا انت بتتكلم على واحد من اهم مصادر، اكبر الاسماء اللي صدرت مهاجمين لاوروبا، يعني غلطه دفاعيه طبعا. شكرا على حسن تعاونكم. بنتكلم على ميدو، بنتكلم على ابرا، بنتكلم على لويس سواريز. لا، ولو رجعت بقى في التاريخ ده انت بتتكلم على يوهان كرويف. طبعا يعني طبعا يعني طبعا، يعني ده الموضوع بادئ من بدري قوي. يعني انت بتتكلم، كل الناس بتتكلم عن دي ان اي برشلونه والتيكي تاكا برشلونه واللمسيه برشلونه، كل ده صناعه فلسفه يوهان كرويف. وهو حتى الاسبان والكتالونيين معترفين بده في فكره الكره الشامله، بدات من هولندا طبعا. رينوس ميتشلز والمنتخب العظيم اللي اشتغل في السبعينات وكان قريب من انه يكون بطل العالم، وطبعا الجيل اللي بعد كده. لو ممكن نرجع الجون تاني ده، الجون الاخير الكره النهارده بقت حلول، ازاي ممكن تلاقي الحل، وخصوصا لو الفريق اللي قدامك متكتل، والجمله اللي احنا شفناها ده الهدف الاخير. نبص على الكره كده من اول هنا، نشوف التحركات والاستلام والمساحات اللي بتتحرك فيها لعيبه اياكس امستردام، لغايه ما وصلت بالكره من نص ملعب الخصم لغايه تقريبا جوه ال 6 يارد، اختراق طبعا من لاعب اياكس، باس تمريره، الكره متسدده تقريبا من على السكس يارد. كره حلول، الذكاء في انك انت ازاي تتحرك وازاي تستلم وازاي زميلك يتحرك في المكان الفاضي، عشان ده اللي احنا بنتكلم فيه دايما. انت معجب بهولند شكلك، لان انا اول ما قلت لك على هولند لقيتك يعني متحمس جدا. انا بحب هولند وبحب اياكس جدا بالمناسبه، يمكن يعني من اكتر المدارس، ويمكن عنده برضو فكره انه بيعرف يحيي بعض اللعيبه. يمكن نشوف ديفيد كلاسن بعد رحله مش ناجحه قوي في المانيا، وبعد كده راح ايفرتون، رجع تاني تالق بشكل كبير. سباستيان هولر يمكن السترايكر بتاعه بعد انتر فرانكفورت، ده سوبر هاتريك، ده اول لعيب بيجيب في اول ماتش ليه سوبر هاتريك، مقام
فان باستن فمن فتره طويله جدا بيعرف يحيي النجوم تاني. وإيريك تين هاج من افضل المديرين الفنيين في اوروبا. أيوه. وبيلعب ال 4 3 3 الواضحه جدا الهجوميه جدا، وعنده لعيبه كتيره خدماه وعنده مواهب كتيره عارف يطلعها، يمكن انتوني وديفيد ناريس طبعا. وحتى تاديتش اللي كان في ساوثهامبتون وقدم فتره مش الافضل في الاخر جابه احياء مره تانية، واحد من نجومه وبقى كابتن الفريق. أيوه. هي عنده حلول كتيره جدا، واكس بتقدم واللي شبهه في الدوري الالماني دورتموند طبعا. دايما عنده القدره انه مهما يصدر نجوم. الصفقه الجديده يمكن دونيل مالين هو اللي جه مكان جيدن سانشو. ويبدو انه يعني اخذ على الاجواء سريعا. لا هي حقيقه كره دورتموند دايما حتى وان كان مش فريق بطولات قوي، وان كان الحقيقه بيقدم دايما كره قويه وكره ممتعه. هولاند طبعا بنيو لوك السنه دي حال. انا جايب لكم المباراه دي مع يونيون برلين عشان الجون الرابع بتاع بروسيا دورتموند، جون اكتر من رائع للنرويجي ايرلينج هولاند. ده الهدف جون. يعني اولا يعني ايه الجمال ده؟ يعني ايه الحلاوه ده؟ احنا بص احنا ممكن نكمل لاخر الحلقه نتكلم عن الجول. أيوة أيوة. يعني شوف اولا التحرك، الرؤيه، انه ياخد المدافع في ظهره بالقوه دي ازاي، واخد القرار بيشد وبيحاول. أيوة. بالقوه الجسمانيه بياخد وباصص من بدري. أيوة. وعارف الحارس متحرك ازاي وبالرجل العكسيه ووضع جسمه مش معدول وبيتتحط بالمقاس في الوقت والمكان المناسب علشان يبقى هدف ده يعني يدخل. بوشكاش من دلوقتي. صحيح. لا طبعا هالاند من اللعيبه المهاجمين اللي بيمتعوك واللي بيعمل كل حاجه ممكن تتخيلها، واللي هو في المرحله اللي هو فيها دي انت بتتكلم عن ارقام مذهله في السن اللي هو فيه. ممكن لو مشي بنفس الوتيره ونفس المعدل في احراز الاهداف هيتخطى حتى كريستيانو رونالدو اللي احنا بنتكلم عن انه صاحب الارقام الاعجازيه في كل شيء. واعتقد ان هالاند لو كانت محطته القادمه مع فريق كلاس ايه، طبعا بروسيا دورتموند فريق كبير وكل حاجه لكن في الاخر مش كلاس ايه في اوروبا، لو المحطه القادمه الموسم الجاي كلاس ايه اعتقد هالاند ممكن يكسر كل الارقام الممكنه. تتمنى يروح فين يا امين؟ اتمنى يروح الدوري الاسباني. اسباني او الانجليزي طبعا. هو هيليق جدا على الدوري الانجليزي، نفس البروفايل، القوه البدنيه، بيعرف يتحرك، بيعرف يجيب لجوان باسهل طريقه ممكنه بالنسبه له. مش سيتي بصراحه. يعني لما فاوضوا هاري كين قلت لهم يا جماعه هولاند يا جماعه سايبين هولاند ليه يا جماعه؟ الفكره ان هولاند مش شبه مانشستر سيتي. اعتقد ان في نادي من الاثنين هيبقى مناسب جدا ليه، تشيلسي لكن جابوا رومانو لوكاكو، او يروح بايرن ميونخ وده شيء مرتاح جدا وده شيء مضمون هيضمن النجاح. هيبقى طعنتين ليفاندوفسكي وراه هولاند هو يعني هيبقى اوفر جدا. هيبقى هو كده في الصناره دايما بيصطادوا السمك من شبكه بورصه دورتموند طول عمرهم. يعني طيب انا هديكم الحريه تختاروا الدوري اللي تحبوا ان احنا نبتدي بيه. يعني كل الدوريات ابتدت والدنيا ابتدت تسخن. خليني اشوف كده من وجهه نظر دكتور وليد مثلا. لا طبعا ايه الدوري؟ خلينا في الترتيب المنطقي نبدا بالبريمير ليج على طول. هو طبعا اهم حاجه في البريمير ليج في الاسبوع اللي فات كانت المباراه اللي جمعت بين ليفربول وكريستال بالاس. بما انه طبعا هو النادي اللي عينينا كلنا بنروح عليه باعتبار محمد صلاح متواجد فيه. والحقيقه ليفربول يعني عمل حاجه كالعاده يورجن كلوب بيبهرك بالتفاصيل. يعني اللي يتابع المدرب ده هو مدرب التفاصيل الصغيره يورجن كلوب. فلما كانت المواسم اللي فاتت مواسم استغلال الاوت ورميه التماس، بقى الموسم ده واضح من اوله انه بقى استغلال الركلات الركنيه. احنا بنشوف اهو بعض الصور للاهداف. ده هدف صلاح طبعا. التلات اهداف، اولا التلات اهداف من ركلات ركنيه، جايه من ركلات ركنيه، وطبعا هم التلات اهداف للعيبه افارقه صلاح وماني و ونبي كيتا. والتحرك استاذ احمد، يعني فكره اولا اللي بيلعب الكوره اقصر اثنين او اللي بيحرزوا اهداف اقصر اثنين في الملعب. فدي تكسر فكره ان لازم لاعب طويل هو اللي ياخد الكوره في الكورنر. لا، انت لو عامل تكتيك وراسم الموضوع صح ومحفظ لعبتك صح، اي حد ممكن يجيب اجوان. لان الكوره اتلعبت من سيمي كاس الاول، الركله الركنيه من ناحيه الشمال دخل فيها محمد صلاح اللي كان واقف في حته فضى نفسه فيها او زمايله فضوا له المكان، لعبها كان ممكن تدخل هدف، كان واقف ساديو ماني في الحته اللي مرسومه له، اللي يورجن كلوب قال له توقف في المكان ده. تمام. في الشوط الثاني بنفس الطريقه بس تبدلت الادوار، كان ساديو ماني هو اللي كان واخد دور محمد صلاح وكان جنبيه فان دايك، فتهيئت الكره لمحمد صلاح اللي كان واخد نفس مكان ساديو ماني بتاع ده. ده من الصدفه دكتور وليد، يعني ده شغل مستحيل. مدرب طب خلينا نعرض، احنا مجهزين كده احصائيه خاصه باستغلال الركلات الركنيه، او يعني ليفربول بيعمل ايه بالضربات الركنيه الاحصائيه دي على مستوى الدوري الانجليزي. دي من بدايه الموسم اللي فات،
علشان تعرف ان الموضوع مش هباء. ليفربول من بدايه الموسم اللي فات هو اكتر فريق في الدوري الانجليزي احرز اهداف من ركلات ركنيه، جاب كام بقى؟ 16 هدف من ركلات ركنيه. اقرب فريق ليه هو تشيلسي ب 13 هدف، والفريق اللي بعدهم ايفرتون 12 هدف، ثم ويست هام 10 اهداف، ومان سيتي 10 اهداف، ثم ياتي البقيه. فكره ان انت تجيب 16 هدف منهم مؤكد اهداف جابت لك 3 نقاط، واهداف رجعتك لمباريات، واهداف غيرت شكل او ترتيب مركزك. 16 هدف يعني فيه انت بتتكلم في 38 مباراه بتلعبها من الاسبوع او الموسم اللي فات، وبتتكلم في حوالي 5 مباريات الموسم ده. يعني بتتكلم في حاجه و40 جبت منهم 16، بمعنى ان انت تقريبا كل 3 مباريات بتجيب هدف من كورنر. وانت اساسا ليفربول مش فريق يحتوي على اصحاب، مش لوكاكو، ما عندوش لوكاكو، ما عندوش ابراهيموفيتش، ما عندوش هاري كين، ما عندوش المهاجمين الطوال اللي بيستغلوا، لكن تكتيك يورجن كلوب هو اللي بيتغلب على ده. انا ليه حبيت اتكلم في النقطه دي تحديدا؟ لان الكره المصريه تعاني من عيب خطير جدا، عدم استغلال الركلات الركنيه على الاطلاق. بالعكس، احنا لما منتخب مصر بيطلع يلعب في مباريات خارجيه، والانديه المصريه تلعب في مباريات خارجيه، بتكون احدى نقاط ضعفنا التعامل السائد الدفاعي مع الركلات الركنيه اللي المفترض تبقى عامل ايجابي لينا، فاصبحت لا مش عامل ايجابي بل كمان عامل سلبي. اتمنى نشتغل عليها في قطاعات المشي. احنا نعاني ركنيا هجوما ودفاعا. مينا، تحب دوري انجليزي نتكلم على رونالدو؟ نبتدي بكريستيانو، ابتدي بتشكيله المان يونايتد تحديدا. يعني ناس كتير جدا كانت شايفه انه اليونايتد بالتشكيله دي وبالصفقات اللي عملها هيكون يونايتد اكثر قوه، اكثر ابداعا. هل شايف انه ده حاصل ولا لسه اليونايتد ما جاش؟ لسه ما جاش. كنا بنتكلم حتى في الاسبوع اللي فات والمشكله بتاعت يانج بويز، وفوز برده صعب جدا جدا بشق الانفس الاسبوع اللي فات قدام ويست هام، بيلعبوا في ملعبهم وهو واحد من اصعب الملاعب، ولكن برده يوريك انه في لسه مشاكل. يعني سكواد اليونايتد قماشه جيده تعاني من مدير فني مش على مستوى الحدث، ولا شايف انه اللعيبه هي السبب في التراجع؟ ما زلت شايف ان سولشاير قال شويه من مانشستر يونايتد هو اداري ناجح جدا، قدر انه يبني سكواد ممتاز في رايي، افضل سكواد من ام سير اليكس فيرجسون. صحيح، كل شيء اصبح موجود، يمكن بس كنا بنتكلم في مركز الدستروير لسه، وسكوت ماكتوميني رجع الماتش اللي فات، فبشكل كبير قدر يغطي المشكله دي. المشكله ويمكن حتى الماتش اللي فات انقذ المباراه في الاخر ديفيد دخيا بضرب جزاء صدها في الدقيقه 95. بعد ما المدير الفني نزل مارك نوبل مخصوص، هو يعني هو المسدد رقم واحد في الفريق، ويمكن مارك نوبل ليه رقم لطيف جدا انه اقدم لعيب، يعني ذا لونج سيرفنج، اكتر لعيب لعب لنادي واحد في البريمير ليج، داخل في 19 سنه وشويه دلوقتي، انقذهم وكان بقاله كتير جدا ديفيد دخيا. يمكن الجماهير نفسها انتقدته بشكل كبير من بعد فاينل اوروبا ليج السنه اللي فاتت، وانه قعد 27 ضربه جزاء بتخش فيه ما اعرفش يصد. فطبعا مشاكل في مانشستر يونايتد يقدر يعالجها سولشاير، ولا شايف انه الافضل من وجهه نظرك الافضل انه يجي مدير فني حتى لو الموسم ابتدى؟ صعب، انا اعتقد انه ممكن يرحل في نص السيزون، لكن ده في شرطين. اول حاجه ان تكون الامور سيئه جدا في الدوري. خد بالك ان احنا عندنا تجربه تشيلسي السنه اللي فاتت، دي حقيقة. يعني قوي قلب الادارات. دايما يعني هو دايما كده حد يحمل المشعل. فعلا القرارات دي قرارات مصيريه، يعني فكره انك تغير مدرب لفريق بينافس في مستوى تشيلسي ومان يونايتد يمينة، فده قرار مصيري محتاج حد شجاع ياخد القرار. طبعا مفيش اشجع من ابراموفيتش، يعني ده ما بيفرقش معاه. فالراجل خلص الموضوع على طول، فاعتقد دي هتكون يعني او حدث ملهم لكل الادارات اللي ممكن تعاني. وان كان انا اعتقد برضو انا متفق مع مينا انه صعب يحصل ده، هم هيدوا له لنهايه الموسم الفرصه، واذا لم يحقق بطوله كبيره سواء دوري او دوري ابطال اعتقد انه راحل. سانشو علامه استفهام. جيدن سانشو في رايي كان واحد من افضل اللعيبه البروميسنج اللي طالعه في المانيا جدا، ولكن برضو في بعض النقط لازم نتكلم فيها كتير. هبدا حديث عن سانشو يمكن من الصيف، وضربه الجزاء اللي ضربها في الفاينل قد تكون لسه كانت شويه مأثره عليه، كان فاينل يورو، فاينل يورو على قراره هو او بوكايوساكا. سانشو لعيب كل جمهور مانشستر يونايتد بقى اكتر من سنتين مستنيه، ودي الصفقه الاطول في فكره ان المفاوضات وننزل 120 مليون يورو ونجيبه السنه اللي فاتت ب 75 مليون يورو بس. لعيب صغير عنده 21 سنه، عنده نقله كبيره في حياته في رايي برضه من الدوري الالماني مهما كان للمنافسات في البريمير ليج، فلازم الجمهور يستنى عليه شويه. تاني حاجه انه سانشو حتى دي اللحظه في رايي لسه حظه وحش. الماتشات اللي شارك فيها، اول مباراه كان فيها تنافسيه عاليه جدا، بعد كده لما ابتدى يلعب في الشامبيونز ليج قدام يانج بويز حصل الطرد بتاع ارون وان بيساكا، فاضطر لازم ينزل ديجو دالو، وده معناه ان لازم ابدا امن شويه دفاعيا، فهشيل مين؟ هطلع جيدن سانشو اللي برضه لسه مش محظوظ.
لسه سانشو ما اخدش بالشكل الكبير، واللي برضو مش خادم قوي جيدون سانشو. رونالدو وجود رونالدو في الفريق يظلمه؟ بالعكس، انا شايف ان وجود رونالدو يزيده، لكن يزيد. مشكلته الاساسيه انه لما كان بيلعب في بورسيا دورتموند فترات طويله كان دايما الباك اللي وراه اشرف حكيمي، كان بيساعده كتير انه يقدر يعمل اوفرلابنج ويضم هو، ودي النقطه اللي بحبها. شخصيه رونالدو يعني دايما بيلعب انا صاحب الكوره، يعني مطلوب من كل اللعيبه في الفريق انها تبص الكوره عليه رونالدو. وده شيء بيحبه جيدون سانشو. جيدون سانشو بطبعه اسيستر اكتر ما هو مهاجم هداف، وده شايفه هيخدمه. ولكن المشكله يمكن في رايي ان المدافع اللي وراه ارون وان بيساكا مدافع دفاعي جدا، صبغته الدفاع مش بتساعد. نروح سريعا جدا لارقام جيدون سانشو في الموسم الاول مع مان يونايتد. هو طبعا كان واحد من الصفقات الواعده زي ما يعني اتكلمت مع مينا، كنا منتظرين منه انطلاقه افضل، لكن لسه منتظرين ده لانه لعب 6 مباريات ما احرزش اهداف ولا صنع اهداف ولا صنع فرص، وده طبعا غريب جدا على حتى الفورمه اللي كان بيها مع بروسيا دورتموند. صوب تسديده واحده على المرمى تخيل في 6 مباريات، حتى ما جاتش بين الثلاث خشبات. تمريراته صحيحه 86% لكن هي قليله لانه مرر 144 تمريره فقط، منها 124 تمريره صحيحه. عرضيات 2 وتمريرات بينيه 2 وعمل 4 مراوغات صحيحه من 10. انا الارقام دي تديني انطباع انه نفسيا لسه مش مهيئ لهذه التجربه. انا الارقام دي تقول لو انا لعبت في مانشستر يونايتد هعمل ارقام احسن هعمل احسن انا اكيد هعمل احسن من كده. انا هختلف مع مينا في نقطه رونالدو لان انا زي ما احنا حللنا ان ده موضوع نفسي، لان احنا عارفين امكانيات سانشو طبعا وكلنا شفناها. سانشو كان رايح على انه الصفقه المنقذه لمانشستر يونايتد، والرجل اللي بتنتظره الجماهير بقالها كتير. تسمح لي اوقف كلام عن رونالدو لاني عندي مع حضراتكم مقارنه بين رونالدو وصلاح بالارقام، بس بعد فصل سريع ونرجع لحضراتكم. لما يجي اليوم اللي نحط فيه في خانه مقارنه اسم لاعب مصري في مواجهه كريستيانو رونالدو يبقى لازم تشعر بالفخر قبل حتى ما تعرف نتيجه المقارنه ايه، وده اللي احنا هنتكلم فيه. يمكن في بدايه الحلقه اللي ما تابعناش يعني من البدايه كان معنا طبعا نجم البرتغال ونجم اتلتيكو مدريد واياكس امستردام داني، وكنت بساله وهو برتغالي في المقام الاول والاخير، يعني كنت بساله المنافسه بين رونالدو وصلاح في الدوري الانجليزي ازاي شايفها، ورد وقال انها بالتاكيد هتكون في مصلحه رونالدو. لكن في النهايه الموضوع مش وجهه نظر ومش راي، الموضوع مرتبط بارقام وقدره كل لاعب على التاثير مع فريقه. وخليني اخدكم بقى لمقارنه صلاح ورونالدو السنه دي. احنا شفنا في سنين او مواسم سابقه صلاح مع اوباميانج، صلاح مع ماني، صلاح مع هاري كين، والسنه دي اعتقد ان المواجهه الابرز هتكون صلاح مع كريستيانو رونالدو. مره ثانيه برحب بمينا ماجد ودكتور وليد الحديدي، وابتدي مع دكتور وليد. ازاي شايف، انا بتهيالي انه جزء من حلاوه الدوري الانجليزي السنه دي وجزء من المنافسات بعيدا عن الانديه بينها وبين بعض هيكون منافسه بين محمد صلاح وكريستيانو رونالدو؟ شوف يعني بدون اي تحيز لمحمد صلاح كلاعب مصري، لكن حاله المقارنه او حاله الازدواجيه في 2 نجوم ما عادتش موجوده بين ميسي وكريستيانو رونالدو بعد رحيل رونالدو للدوري الايطالي. رجعت هذه الحاله او حاله قريبه ليها، طبعا ميسي يبقى ميسي، لكن حاله قريبه ليها في هذا التكافؤ او في هذا المستوى من النجوميه هي مقارنه كريستيانو رونالدو بمحمد صلاح. ليه؟ لان كريستيانو رونالدو يمتلك تاريخ عريض في الدوري الانجليزي طبعا مع بداياته مع مانشستر يونايتد والارقام العظيمه اللي كان حققها في الوقت ده، ثم رحيله لريال مدريد. فجه محمد صلاح في وقت قصير جدا، بتتكلم عن 3 سنين واحنا في السنه الرابعه اهو، بيحقق ارقام اعجازيه تخطت ما حققه كريستيانو رونالدو. الارقام بتاعت محمد صلاح تخطت كريستيانو بالفعل، لكن طبعا علشان ما نكونش مبالغين يعني في الاطراء على محمد صلاح، الفتره اللي لعبها كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد كانت بدايات نجوميته، كان جناح اكتر منه لاعب مهاجم، هو دلوقتي بيقوم بدور المهاجم اكتر. ارقامه كانت كبيره، ارقامه كانت ما اتكسرتش من قبل نجوم كتير لعبوا مواسم كتير في الدوري الانجليزي. سيبك بقى من الارقام اللي طبعا اللي هنتكلم عنها والمهمه جدا دلوقتي، لكن هي الحاله هذا الاتيتيود اللي موجود في الدوري الانجليزي. صلاح كريستيانو النهارده لسه فوربس عامله تقرير عن اعلى اللاعبين دخلا في كرة القدم في العالم، وصلاح بيجي في المركز الخامس ما شاء الله، يعني بعد كريستيانو رونالدو وميسي ومبابي ونيمار. فانت بتتكلم عن لاعب هو حط رجليه اوريدي، ما عادش غريب ان احنا نقعد نقارن، لان الميديا الانجليزيه بتقارن بين العالم كله حطه في ده. وقرار انتقال رونالدو لمانشستر يونايتد كان جاي بعد ما كل برضه الميديا كانت بتغطي كسر محمد صلاح لرقم اهداف كريستيانو رونالدو في عدد مباريات اقل. فانا مستمتع عن نفسي واكيد
كل جماهير العالم مستمتعه بهذه الحاله، واتمنى ان اذا يعني قدر لمانشستر يونايتد ان هو يكمل في المنافسه على قمه الدوري الانجليزي يكون ليفربول كمان معاه في هذه المنافسه حتى النهايه، لان منافسه الناديين هتشعل اكتر المنافسه الفرديه بين صلاح وكريستيانو، وهتنال هذه المنافسه التغطيه اللي تستحق. صحيح، جزء كبير جدا من متعه الكلاسيكو، الكلاسيكو دي لوس كلاسيكو زي ما بيسموه بين البارسا والريال، كان الديربي اللي موجود بين ميسي ورونالدو. هل تتوقع ان الحاله دي تكمل في النسخه دي من الدوري الانجليزي، ويبقى واضح ان في صراع وفي منافسه واضحه بشكل مباشر بين رونالدو وبين محمد صلاح يا مينا؟ انا متخيل انه يبقى في ال1 تو 1، وكمان هتلاقي ان حواليهم في ناس ثانيه بتخش معاهم في الصراع، سواء لوكاكو في تشيلسي، سواء هاري كين، هو لسه ما اشتغلش لكن هو جاي اكيد. في السكه مش هيقبل انه يفضل بهذا الوضع يعني. فكل نادي بقى عنده سوبر ستار فعليا قادر انه ينافس ويجابه، ويمكن ارقام محمد صلاح اعجازيه، ما القصد في الاعتبار كمان انه دلوقتي بخلاف ان يمكن محمد صلاح لاعب اقل من كريستيانو رونالدو 35 مباراه، ومع ذلك هو اعلى منه في الاهداف، ولكن المنافسه بقى صعبه السنه دي، لانه كريستيانو رونالدو النسخه اللي جت دلوقتي ريال انا اسف جت دلوقتي مانشستر يونايتد مختلف عن النسخه القديمه. النسخه اللي فاتت زي ما كان دكتور ريب بيتكلم كان لعيب وينجر اكتر، كان مهاري بشكل اكبر، دلوقتي بقى لعيب بوكس كل الفرق بتخدم عليه، بقى عنده الفينشنج بتاعه مرعب، فطبعا كل ده هيساعده انه يحرز. ولكن الناحيه الثانيه يونيتي ليفربول والطريقه اللي بيلعبوا بيها، وانه برده في الاول وفي الاخر محمد صلاح هو نجم الفريق يعني شئنا وابينا، لكن هو فعلا افضل اللاعبين هناك، ده يخلي دايما حظوظ محمد صلاح موجوده. ويمكن رونالدو اخذ هداف الدوري الانجليزي مره واحده في تاريخه هناك، كان جايب 31 جون اول سيزون لمحمد صلاح مع ليفربول، كسر الرقم ده ب 32 جون. فرونالدو في الاخر راجع تاني عشان نشوف ايه الموضوع ده محمد صلاح، لكن انا اعتقد ان صلاح هيفضل اقرب من كريستيانو رونالدو ان شاء الله. طبعا دي نسخه رونالدو الاولى مع اليكس فيكسون، هي امتع نسخه كريستيانو يعني. هو شخصيه رونالدو في الملعب اتغيرت منذ انتقاله لريال مدريد، لكن تبقى امتع نسخه لكريستيانو رونالدو هي نسخه سير اليكس فيكسون طبعا مع مانشستر يونايتد، واللي صنع منه لاعب ممتع ولاعب ايجابي على المرمى، لانه كريستيانو رونالدو كان رايح مانشستر يونايتد، كان رايح لهم عثمان ديمبلي اللي هو بيمسك الكره وبيرقص، يعني هو كل تفكيره انه يقدم مهاره ويقدم شو، لكن اليكس فيرجسون عرف يظبط البوصله بتاعته ان هذه المهاره اوريدي تكون موجوده اهلا بيها، لكن دايما بتكون تو ذا تارجت ودايما بتكون ناحيه الهدف. في يوم من الايام كريستيانو رونالدو كان متاثر جدا بعبد الستار صبري. دي حكايه، دي حكايه فعلا بتقال طبعا، وعبد الستار صبري حكايه، والميديا البرتغاليه حتى اتكلمت عن الموضوع ده، وعبد الستار للناس اللي بتاخد كلامه على محمل التهريج يعني، لا عبد الستار صبري ده كان حاجه معجزه، حاجه صحيح. ممتعه في الكوره جدا جدا وبرضو جدا، حاجات كتير خلت عبد الستار صبري اندر ريتد وما ياخدش المكانه اللي يستحقها، حاجات كتير متعلقه بيه ومتعلقه ببعض الظروف، ويمكن عشان ما فيش سوشيال ميديا في الوقت ده ما خدش البروباجندا اللي يستحقها، لكن حقيقه تجربه عبد الستار في البرتغال كانت تجربه ناجحه جدا جدا، وكان واحد من اشهر اللاعبين في البرتغال حقيقه يعني، كانت المدرجات بتهتف باسم صبري ده، ظل الهدف بتاعه في شمايكل الايقوني من الفري كيك طبعا، هو كان حريف جدا الحقيقه. طب خلينا ناخد خلينا هنروح مع حضراتكم كده لبعض الارقام المرتبطه بالصفقات اللي هي كان عليها امال كبيره جدا، او اسماء صفقه انتقالاتها هزت الدنيا زي لوكاكو زي جريليتش زي ميسي. وخلينا البدايه بما ان احنا كنا بنتكلم على صلاح ورونالدو نشوف مقارنه كده سريعا بين ارقام الاثنين مع بدايه الموسم. طبعا يعني تحقيقا بقى للكلام اللي قلناه، كريستيانو رونالدو لحد دلوقتي في تاريخ مشاركاته في الدوري الانجليزي شارك في 198 مباراه، محمد صلاح شارك في 163 مباراه، اهداف صلاح اكتر بكتير كنسبه وكعدد، 101 هدف مقابل 87 لرونالدو، صلاح صنع 40 هدف في مقابل 45 لرونالدو، صلاح خد 2 دوري وكريستيانو رونالدو خد 3 القاب، وهداف الدوري خدها محمد صلاح مرتين وكريستيانو رونالدو مره. والحقيقه اعتقد ان كريستيانو رونالدو مش هيتقبل ان في حد يكون كسر ارقامه. اجري بقى ورا صلاح يا رونالدو، يا اهلا بيك، اجري يعني اجري بقى يعني حاول تلاحق مجهزين لك يا رونالدو. طيب نروح للوكاكو، برضو صفقه يعني معيار تقيل لتشيلسي، واعتقد بدايتها كانت بدايه محترمه جدا يعني. دي حقيقه، يمكن تشيلسي اخيرا وجدوا ضالتهم في المهاجم اللي كانوا مستنيينه، توماس توخيل السنه اللي فاتت كان بيعاني جدا جدا في المستوى الهجومي، يمكن الاك جي او عدد الاهداف المتوقعه كانت دايما بتبقى اقل يعني، بيبقى متوقعين عدد من الارقام معينه في الاهداف لكن بيخش اقل، لان كان مستوى التهديف سيء جدا عن تيمو فيرن السنه اللي فاتت. يمكن السنه دي لوكاكو 5 مشاركات 4 اهداف ما صنعش ولا هدف، ولكن في رايي
في هدفين على الاقل ضيعهم تيمو فيرنر الماتش اللي فات قدام توتنهام في اقل من 10 دقائق بس الحقيقه. فصناعه كان في افيهات كتير قوي على الموضوع ده الحقيقه على الموضوع ده. فصناعه الفرص 6، التصويبات بتاعته 6 من 17، التمريرات الصحيحه 85% يمكن 77 تمريره صحيحه من اصل 91، التحامات الهوائيه الصحيحه 12 من اصل 34، والمراوغات الصحيحه 7 من اصل 14، وده رقم بالمناسبه مميز جدا لسترايكر ببروفايل لوكاكو في الدوري الانجليزي الممتاز قدام مدافعين في احجام مش صغيره عشان دبابه ابن اللذينه يعني بيدوس على المدافعين وهو رايح الجول بياكلهم. طيب نروح لجاك جريليتش، طبعا انا بشوفه واحد من اهم الصفقات في العالم السنه دي بصراحه، بما ان قاعد ماجد احسن حد في كل حاجه قدام في السيتي وجريليتش ومع جوارديولا فتمام جدا. لا هو طبعا جاك جريليتش مؤكد ان هي نقله كبيره بالنسبه له، طبعا لاعب مهاري وكل شيء، لكن لما تروح نادي بحجم السيتي مطلوب منك ان انت تكسب بطولات طول الوقت، مطلوب منك ان انت تقدم الاضافه في وسط مين بقى، يعني كفايه كيفن دي بروين انت مطلوب منك تعمل اللي بيعمله واكتر علشان تثبت حتى احقيتك بالرقم. كل الفرق نجوم بصراحه، كل الفرق بقى رياض محرز وغيره وغيره، برناردو سيلفا حتى برناردو اللي سيلفا كان خرج من الحسابات رجع تاني وبقى موجود وبتألق وغيرهم وغيرهم. الحقيقه سكواد مانشستر سيتي سكواد مميز. جريليش البدايه بتاعته نقدر نقول فوق المتوسطه وبدايه جيده، اقدر اقول جيده، مش يعني مش هبخس له، لكن انا متاكد ان لسه جريليش مع استمراريه الموسم، وخلي بالك كمان فكره التغييرات الكتير اللي بيعملها جوارديولا في التشكيل بقى هو عنده سكواد، يعني فدي برده ما بتديش الفرصه ان حد يكسر كل حاجه ويكسر كل الارقام ويعمل ارقام اعجازيه، لكن انا شايفها بدايه جيده. جريليش ارقامه لعب لحد دلوقتي 7 مباريات مع السيتي، احرز هدفين وصنع هدفين وصنع 7 فرص محققة، وده برضو رقم مميز جدا. يعني تتكلم في كل مباراة فرصة محققة، الفرصة المحققة دي بتبقى أشبه بالأسيست، يعني إنه هو بيدي فرصة هدف. صوب 5 تصويبات على المرمى من 12 تصويبة، عنده 88% نسبة تمريرات صحيحة، لأنه مرر 263 تمريرة من 298، وده رقم عالية جدا. طبعا وخلي بالك جريليش دايما من اللعيبة اللي بتمرر لقدام، فإنه يعمل 88% ده رقم مميز. تمريراته البينية 9 وبرضو عنده رؤية في الدور ده، وراوغ 16 مراوغة صحيحة من 24، وده برضو نسبة وعدد رقم محترم جدا. لا هو جامد بصراحة، جامد جدا. جاك جريليش السنة فاتت جاك جريليش أكتر لاعب في البريمير ليج اتعمل عليه فاولات من كتر ما كان دايما بيحب يعمل الدريبلينج والترقيصات بتاعته. أنا على فكرة بتفرج عليه من قبل ما يجي السيتي، يعني أنا ما بحبتش جريليش عشان جه السيتي، أنا بشوف واحد من أهم اللعيبة في الدوري الإنجليزي الحقيقة الموسم اللي فات بالذات. طيب نسيب الدوري الإنجليزي ونروح لصفقة برضو كانت من العيار التقيل، وبالمناسبة في ناس كتير جدا حتى يعني حتى طبعا اكيد واحد من اسباب انه ميسي وافق انه يروح البي اس جي هو رغبته في انه يحقق تشامبيونز ليج وبالتالي يقوي من فرصته في انه ينافس على لقب افضل لاعب. لكن الناس النهارده بتقارن برده مقارنه من نوع تاني، رونالدو بيلعب في البريمير ليج اقوى دوري في العالم وقادر يسجل وقادر يتالق مع المان يونايتد، وميسي زي ما بيقولوا في اوروبا، يمكن ده مش في السوشيال ميديا عندنا بس في السوشيال ميديا في اوروبا بيقولوا بيلعب في دوري المزارعين، هم مسميينه الدوري الفرنساوي كده فارمرز ليج، فبيقول لك ده مش قادر يؤدي في الفارمرز ليج وده بيلعب في البريمير ليج وقادر يكون بمنتهى القوه. المقارنه لسه موجوده بين ميسي ورونالدو، مينا؟ انا شايف انها مش مقارنه عادله لاسباب كتير. اول حاجه طريقه اللعب، يمكن ليونيل ميسي هيعاني شويه صغيرين مع طريقه بوتشيتينو اللي طول عمره وهو عنده مشكله عامه بالمناسبه في الفريق، كتر النجوم دي مش دايما بتبقى ميزه ليك. الخط القداماني معروف جدا عن طريقه لعب ماريسو بوتشيتينو الضغط العالي وان انت ازاي بتقابل الفريق اللي قدامك من عند مناطقه عشان ما يطلعش في الهجمه. لما بيكون عندك ليونيل ميسي ونيمار ومبابي وديماريا صعب جدا بالكومباينيشن دي انت تعرف تستمر فكره الضغط العالي. خلينا نقول الماتش اللي فات كانوا بيلعبوا ليون وكسبوا في الاخر 2-1، ميسي قدم اداء في رايي كان كويس جدا، لعب فاول رائع جه في سوكه العارضه كان ممكن يبقى هدف جميل جدا، وكان في بينالتي لكن لعبها نيمار فبرضه كان ممكن نطلع في الماتش ده كان ميسي جايب جونين. في الاخر المشكله اللي حصلت لما تم استبداله يمكن في الدقيقه 70 طبعا ونزل اشرف حكيمي، ولكن هي الفكره هنا عامل السن وانه ليونيل ميسي اعتاد على طريقه معينه في برشلونه، طريقه معامله معينه ونوعيه برضه فريق مختلفه خالص دلوقتي، انه ميسي جاي وسط معلمين كتير زي ما بيقولوا يعني باللغه الدارجه، انت مش لوحدك نجم في الفرقه بالظبط. وحتى فكره ضربات الجزاء طلع بوتشيتينو واتكلم قال لك هي الفكره كلها ان نيمار بقى له فتره طويله معانا فهو ليه الاحقيه انه يلعب ضربات الجزاء، ودي نقطه يمكن ممكن تكون مضايقه ميسي شويه، لكن في الاخر المدير الفني عمل تغييره ونزل حكيمي اللي عمل اسيست الجون الثاني فمحدش يقدر يتكلم معاه، لكن المقارنه مش عادله قوي. ولكن برضو الحقيقه ان رونالدو استثنائي في رايي ورغبته دايما هو از انيمال زي ما سموه، هو اجريشن مش طبيعي ودايما عايز يكسب وعايز يجيب اجوان وعنده فريق بيساعده، هو ماستر موتيفيشن، عنده قدره انه يخلق لنفسه دايما الحافز ويخلق الدافع عشان
ما يقفش يعني حقيقي جزء كبير من نجاحه مش الموهبه الحقيقه. بشوف ان موهبته عاديه او اقل من العاديه، لكن فكره انه واحد بيطور من نفسه وبيشتغل على نفسه هو ده مصدر نجاح رونالدو الحقيقي. طيب نشوف ارقام ميسي. اوكي اتفضل. يمكن لغايه دلوقتي ليونيل ميسي لعب 3 ماتشات بس في مع بي اس جي، ولا هدف ولا صناعه هدف، 4 فرص صناعه وده رقم مقبول جدا، تصوبات 3 من اصل 7 على المرمى، التمريرات الصحيحه 83%، 106 تمريره من اصل 132، تمريرات البنيه 9، ده رقم كويس جدا بالذات انه عنده وينجرز كتير بيعرفوا يجروا دلوقتي لانه تحول لشادو سترايكر او ساعات كمان صانع لعب. المراوغات الصحيحه بتاعته 13 من اصل 16، ومين يقدر يرقص احسن من ميسي يعني؟ صحيح صحيح، بس هو لسه ما جاش يعني، خلينا متفقين لسه ما جاش. ميسي ده بالانتقال لباريس سان جيرمان تحديدا يعني بيمثل خطوره كبيره على الايمج ليونيل، الاسطوره ليونيل ميسي، لان هو حط نفسه في موضع ان لازم يحقق انجاز اوروبي مع هذا الفريق، لان الفريق من غيره وصل فاينل وكان قريب ولسه مجموعه النجوم كلها موجوده والناس بتتكلم عن ان ده فريق الاحلام واقوى فريق احلام جه في تاريخ الكره الحديثه. ففكره انه لو فشل ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان دي هتؤثر على التقييم النهائي لمسيره هذا اللاعب، وبالتالي هو حاسس بهذا الضغط. وطبعا فكره انك برضو تبقى قاعد اكتر من 20 سنه في مكان في نادي برشلونه في الحاله دي طبعا، وبرشلونه دي دوله يعني، يعني وكانك كنت مش بس دوله يا دكتور وليد، ده كان معاه جيل ذهبي يعني، يعني كان معاه في سكواد تخلي اللي ما بيلعبش كوره يلعب. انا يعني هناك حتى الابعاد السياسيه يعني، حتى منطقه كاتالونيا كانت بتعتبر ان ده هو ملك هذه الدوله اللي عايزه تستقل يعني. هم كان في حسابات كتير جدا مخليه حاله واسطوره برشلونه مع ميسي مختلفه تماما. فانا اعتقد انه بيواجه ضغوط كبيره وعارف هو شايف المستقبل عامل ازاي، وبالتالي هو فكره انه يخرج من الملعب هو بالنسبه له ده فكره مش مقبوله. عمره ما خرج اساسا لاسباب، ما خرجش قبل يعني، يا اصابه يا الماتش منتهي فبيريحوه. خرج لاسباب فنيه في 2007 يعني، تخيل الموضوع بعيد جدا. ما كانش حتى ميسي يعني، ما كانش ميسي يعني. انا بقى منتظرين شخصيه ميسي، هل ميسي هيقدم لينا شخصيه اللاعب القادر على انه يتحمل المسؤوليه ويتحمل الضغوط ويقدر يحقق النجاح من هذه التجربه اللي بتمثل، وهو عارف ان هي بتمثل نقطه فارقه في مسيرته؟ هو ده اللي هنشوفه لحد نهايه. طيب في حد لفت نظركم بره الاسماء اللي من العيار الثقيل يعني في اي دوري من الدوريات مش بالضروره الدوري الانجليزي، هل في لاعب ظهر بشكل حاسس انه هيكون مفاجاه الموسم دي؟ والله الموسم يعني انا شايف دومفريز مثلا مع الانتر انطلاقته حلوه قوي شفناه في اليورو، شايف رغم الصعوبات اللي بيواجهها برشلونه لكن ممفيس ديباي لازم نقول انه عامل الحقيقه مجهود هايل جدا، وهو اللاعب الظاهر مع البارسا في معظم المباريات اللي يعني هو جه البارسا عشان يكسر الدنيا، فالبارسا يعني خدته واحبطت اماله. بس عايز اضيف على كلام دكتور وليد، اراوخو كمان من برشلونه راجل شايل الفريق لوحده الحقيقه، سنتر باك بالروح اللي بيلعب، روح فعلا فعلا مختلفه، ويعني باين قد ايه الراجل ده قادر يشيل الفريق وحايز يعمل حاجه وانقذ الفريق يمكن الماتش الاخير. وبشكل عام انا شايفه حتى قدام البايرن قدم مباراه كبيره جدا جدا. طيب. عايز اقفل الدوريات وعايز اتكلم معاكم في موضوع كاس العالم من محورين. المحور الاول اللي كانت طرح فكره انه كاس العالم يقام كل سنتين، والفكره لاقت تأييد كبير من البعض ولاقت هجوم وانتقادات ورفض عنيف من البعض الاخر. الفكرة أسبابها مردودها ممكن يكون إيه على كرة القدم مع أو ضد إنها تقام كل سنتين؟ خليني أشرح الموضوع كده باختصار. الاتحاد السعودي قدم فكرة للفيفا إنه عايز، بشايف إنه الأفضل إن كأس العالم يتلعب كل سنتين، ده يكون ده أفضل فنيا وجماهيريا وتنسيقيا وكل شيء. هذه الفكرة راحت تم دراستها من لجنة التطوير اللي بتضم خبراء على أعلى مستوى يعني أعلاهم أو يترأسهم أرسن فينجر طبعا الأسطورة، أسطورة التدريب الفرنسي. أرسن فينجر واحد من عرابي هذه الفكرة واللي اقتنع بيها بشكل كبير وقدمها، لأن خلي بالك الميديا بتقدم هذه الفكرة بشكل منقوص شوية، إحنا هنلعب كأس العالم كل سنتين من غير تفاصيل. فكأس العالم كل سنتين أرسن فينجر طبعا ده جيان إنفانتينو رئيس الفيفا حاليا يعني، جاي في اي مصلحه بصراحه؟ لا يعني لا هو شخصيه، انا لسه يعني بالمناسبه بالصدفه يعني جاي لي ميموري النهارده، انا من سنتين كنت قاعد مع انفانتينو في ايطاليا في ميلانو على هامش مؤتمر الفيفا، وهو شخصيه على فكره دبلوماسيه وسياسيه يعني فظيعه جدا. المهم وملم بكل التفاصيل اللي تتخيل يعني، انا قاعد بكلمه في كره مصريه وكره افريقيه والراجل دارس وحافظ كل حاجه. فارجع تاني للفكره، هو ارسن فينجر لما جاء قدم الفكره قال لهم والله يا جماعه تعالوا، انتوا دلوقتي بتلعبوا كاس عالم كل 4 سنين وعندكم توقفات دوليه كل سنه في اشهر سبتمبر واكتوبر ونوفمبر ومارس، 4 توقفات دوليه بتوقف لكم الدوريات 4 مرات.
فتعالوا نعمل فكره مختلفه. ايه هي الفكره؟ ان احنا نعمل توقف دولي واحد بس كل سنه يكون في شهر اكتوبر نعمل فيه تصفيات، وكل سنه شهر يونيو من كل سنه ينتهي ببطوله كبيره، مثلا 2022 مثلا ينتهي بكاس العالم، او بلاش 2022 هم عايزين يبداوا من 2026. تمام. 2026 في شهر 6 كاس العالم، نيجي اكتوبر نعمل تصفيات اليورو في دوره مجمعه واحده مدتها شهر. قال لك بقى عشان اللعيبه ما تسافرش وتجهد وتفضل اربع شهور وتوقف دورياتك، انت وقف لي دورياتك مره واحده بس في السنه، نعمل دوره مجمعه نعمل فيها تصفيات، وفي 2027 نعمل اليورو، نعمل بطوله افريقيا ونعمل بطوله اسيا ونعمل بطوله امريكا الجنوبيه. أي. تمام. وفي 2027 البطوله دي الاكتوبر اللي بعدها، اكتوبر اللي بعد البطوله تبقى فيها دوره مجمعه لتصفيات كاس العالم اللي بعدها، وهكذا. تمام. بالتبادل سنه بعد سنه. قال لهم الفكره دي هتوفر لكم سفر، توفر لكم مجهود، انا اضمن لكم بالمخطط ان في من 20 ل 25 يوم وفلوس. اهم حاجه بقى الكاشات، دينيروس. دينيروس سيب تحليل للاخر. دينيروس. من 20 ل 25 يوم راحه سلبيه، انا اضمن لكم ان الجدول هيتحط بالشكل ده. ارسن فينجر قال لهم، او الفيفا بقى على لسان انفانتينو، قال ان ده افضل للاعبين وافضل للكوره وافضل كمان للماركتنج والتسويق، لان ده هيجيب لنا رعاه وسبونسرز بشكل كبير جدا. وحقوق بس بقى طبعا كل سنتين. لكن طبعا في معارضه من اتحادين كبار، الويفا الاتحاد الاوروبي معارض تماما للفكره، والاتحاد كونميبول اتحاد امريكا الجنوبيه معارض. مين اللي موافق؟ الاتحاد الاسيوي طبعا موافق وبيدعم هذا الاقتراح. واتحاد امريكا الشماليه والوسطى، ويبقى الاتحاد الافريقي لسه ما حسمش موقفه بشكل كبير. لكن يبدو ان الموضوع متاخد جد، مش مجرد فكره اترمت، لان انفانتينو مش سوبر ليج يعني. لا متاخد جد. ده طبعا ده رئيس الويفا اللي بيعارض بشكل اللي بيعارض كل اي هو في خلاف بينه وبين انفانتينو على طول الخط، وهو يبدو ان هو متضايق من انفانتينو، لان انفانتينو كان موقفه مايع من السوبر ليج، كان اقرب انه بيسنده من تحت الترابيزه. أيوه. وهو جابه لنا هنا، انفانتينو جابه افريقيا، قال لك السوبر ليج لو ما اتعملش في اوروبا نجيبه افريقيا. هو برضو واحد من المؤيدين، لكن ما كانش عايز يأيد بشكل كده واضح وصريح. فاحنا في انتظار غالبا مؤتمر الفيفا، الفيفا كونفرنس في 2022 اللي هيبقى على هامش كاس العالم ان شاء الله في قطر. اعتقد ده هيكون فيه تصويت على الفكره، واعداد الدول الاسيويه واعداد الدول الافريقيه مع امريكا الشماليه هتعمل أغلبية وهتوافق للفكرة. لكن يبقى طبعا الويفا بيهدد طبعًا بالانسحاب من كاس العالم. مش هينسحب، مفيش حد بينسحب، لكن زي ما بقولك هو تصارع وصراع قوة بين الاتحاد الأوروبي والفيفا، وهنشوف بقى مين اللي ممكن يكسب في النهاية. بالمناسبة خليني، يمكن أنا ما اتكلمتش عشان هو مش صفقة، لكن الحقيقة واحد من اللعيبة اللي تألقت بشدة الحقيقة في السنوات الأخيرة، وأنا بشوفه الحقيقة يمكن حتى ولو كان إيرلينج هولاند او هولاند، يعني سميه زي ما تسميها، تمشي الاثنين، متالق جدا بقوه، لكن انا بشوف ان هو نمره واحد على مستوى رؤوس الحربه في العالم كله في الفتره الحاليه، روبرت ليفاندوفسكي طبعا مهاجم بولندا وبايرن ميونخ، اللي بالمناسبه يمكن استلم الحذاء الذهبي كافضل هداف. دي لقطات طبعا من حفل تسليمه الجائزه. مهاجم شيك، يعني في مهاجمين، يعني مثلا لوكاكو مهاجم طبعا محترم جدا واسم، لما تختار راس حربه كويس لازم تحط لوكاكو، لكن ليفاندوفسكي بيلعب الكوره ليه ستايل تحب وتستمتع وانت بتتفرج عليه. طبعا هو بعدين كمان يعني جاب فورمه مع بايرن ميونخ، فورمه مهاجم برده ما بنشوفهاش كتير، وتكامل ان ما فيش نجوم في بايرن ميونخ السوبر ستار، ما فيش ميسي، ما فيش رونالدو، ما فيش صلاح، ما فيش امبابي، وما فيش نيمار، مخليه حاله ليفاندوفسكي حاله مختلفه، ومخليه الدعم اللي بيجيله كمان مسانده. فلا وبعدين كمان ده بقى مستفز جدا، ده كل جايزه ياخدها يحطها جنبيه في السرير ويصور يعني معاي. ما عادش في مكان. صحيح. يعني الراجل هيكمل مع البايرن، ولا شايف انه ممكن ليفاندوفسكي يكون في واحد من الانديه الكبيره بره المانيا؟ اعتقد ان هو الكام ستات دايما مع البايرن صعب في السن الحالي، خلاص فرص خروج ما بقتش سهله، خاصه حتى الانديه الكبيره اغلبها قدر يوفر السترايكرز اللي بيدور عليهم، لكن يظل طبعا روبرت ليفاندوفسكي سفاح مرعب. طيب المحور الثاني، احنا اتكلمنا عن مسابقه كاس العالم كمسابقه، لكن المحور الثاني هاخدكم شويه لكاس العالم من وجهه نظر مصر. وانت عارف طبعا ان احنا داخلين على معسكر قبل ماتشين ليبيا، تولى كارلوس كيروش المسؤوليه، وكل الارقام بتاعته منتخبات انديه بتقول انه مدير فني محترم، اسم كبير الحقيقه، لكن الظروف اللي قصاده بتواجهه صعبه بينا، توقيت صعب، مشوار مصر في تصفيه كاس العالم حطينا نفسنا في موقف مش لطيف، المواجهه اللي جايه مع مواجهتين مع ليبيا، وليبيا هي اللي اصبحت مصدر التهديد الحقيقي
الصداره بتاعت مصر، فازاي شايف المشوار ده وخصوصا انه كان واحد من قراراته انضمام كل اللاعبين المحترفين؟ انا اول حاجه سعيد جدا 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 ان كارلوس كيروش اصبح المدير الفني لمنتخب مصر، يمكن بعد اقاله كابتن حسام البدري حتى انا شخصيا طرحت شويه اسامي قلت اتمنى نشوف واحد فيهم، رغم ان كان كل الاسامي اللي موجوده وقتها الاسامي التقليديه اللي احنا عارفينها يعني اللي مدربين في اغلب البرتغاليين اللي كانوا موجودين. كارلوس كيروش اسم كبير جدا في الكوره وسي في محترم، وارى ان ده احسن سي في دخل مصر في طول تاريخه. وعلى ذكر لسه بنتكلم على كريستيانو رونالدو، فواحد من المكتشفين كريستيانو رونالدو أيوة. وكثير من جيل حتى مانشستر يونايتد التاريخي باتريس ايفرا وروي كين، حتى خناقته الشهيره هناك في مانشستر يونايتد وفان نيستروي اسامي كتير جدا. فكارلوس كيروش اعتقد انه جاي يشتغل، الراجل ده في تاريخه مع المنتخبات رائع، يمكن دايما بنبص على اخر تجربه وهي الاهم بتاعت ايران، اكتر منتخب شبهك لما وصل يمكن واستلم وصل معاه مرتين كاس عالم وقدم حقيقه كل نسخه كان بيتطور أيوة. بشكل افضل. خلينا نقول ان نسخه 2014 كانت نسخه دفاعيه اكتر شويه من كمان من 2018، ولكن وجود لعيبه بتخدم طريقه لعبه ممكن نبقى نتكلم عليه، لكن ما شفنا في 2018 بقى عنده واحد زي رضا علي جيهان بخش لعيب طوره بشكل كبير جدا، سردار ازمون واحد من احرف السترايكرز الموجودين في اوروبا في رايي، كل اللعيبه دي خدمت وخليته يظهر بالشكل الرائع اللي اتفرجنا عليه في كاس العالم، وكان يعني رقم صعب جدا في كاس العالم اللي فات في واحده من اصعب المجموعات في كاس العالم. الصراع الاهم ممكن الوقت، ولكن شايف انه يعني اتحاد الكره بيحاول يديله فتره كويسه، عنده مباراه وديه يوم 30 ان شاء الله قدام ليبيريا وبعد كده يخش في المعسكر. اختيار كل المحترفين في رايي اختيار منطقي جدا بطبيعته، على فكره بالمناسبه من ايام ايران كان دايما بيحب يجيب اي لعيب حتى عنده الدبل ناشوناليتي، اي لعيب حتى لو عنده جذور من بلد ثانيه بيجيبها ويحاول يديهم فرصه يظهروا مع المنتخب الوطني، وهي فرصه ان اول حاجه يكتشف كل لعيبه المحترفين المصريين، وفي نفس الوقت اللعيبه دي بتلعب بشكل مستمر في دورياتهم، فليه ما يكونوش موجودين على الاقل بضمن فكره الفيتنس اكتر من اللعيبه المصريه اللي موجوده والدوري بتاعنا لسه مش شغال. فالاسامي اللي جابها اعتقد ان هي المنطقيه، التسع اسامي المنطقيين جدا، يمكن ينقصهم لاعب واحد تريزيجيه ان شاء الله لما يرجع من الاصابه. كوره كارلوس كيروش، فكر الراجل ده ايه؟ هيكتور كوبر في نفسه ولا حد ممكن يلعب كره هجوميه بيفكر في الكره الممتعه، ولا بيلعب تجاري يحقق الهدف وخلاص؟ شوف انا كان ليا حوار مع صحفي برتغالي وواحد من العاملين يعني في مجال كره القدم المشاهير في البرتغال، وقال لي انتوا يعني جالكوا مصر هديه من البرتغال، لان ده صانع، وهو مش واخد حقه في، هو اللي قال لي كده، مش واخد حقه في الميديا البرتغاليه لانه صانع نهضه الكره البرتغاليه الحاليه من بداياته في اواخر الثمانينات وبدايات التسعينات مع منتخب الشباب ومنتخب الناشئين. فقال لي لازم تستفيدوا بالراجل ده قدر الامكان في كل حاجه، سواء كمدرب للمنتخب الاول او حتى عينه كمان على قطاعات الناشئين ومنتخبات الشباب. سريعا، التكتيك بتاع كارلوس كيروش مناسب جدا لينا، لانه راجل اولا بيعرف يشتغل بالطريقه المناسبه للادوات اللي بيشتغل بيها او المتاحه ليه، خططه حتى طريقه لعبه الرسم المبدئي بتاع لعبه مناسب لينا، لانه بيلعب 4-2-3-1 طريقتنا المشهوره، و4-1-4-1 اللي مناسبه بالمناسبه يعني لينا حتى كامكانيات افراد، لان الطريقه دي لو لعبنا بيها واجدناها اعتقد هنلعب بيها بشكل كبير. راجل عنده توازن محترم جدا، لا بيدافع دفاع بحت لمجرد دفاع، ولا بيهاجم ويفتح خطوطه بيلعب الكره يعني الغير متزنه، راجل بيلعب بكره منضبطه، بيعرف يتعامل مع النجوم زي ما مينا اتكلم انه مدرب منتخبات، ودي ميزه كبيره جدا لان فلسفه مدرب النادي غير فلسفه مدرب المنتخبات. راجل عنده فنجاده هيكون خير عون ليه وهيعرف يساعده لانه عنده سابق خبرات بالكره المصريه، راجل جاي بسلسله نجاحات واسم هيخلي كل اللعيبه غصب عنها تحترمه وتنصاع ليه. وفكره اختياره المحترفين لو كان عمل اي حاجه غير كده انه يختار كل المحترفين المتاحين انا كنت هشكك في قدراته، لان هو ده المنطق، اللعيبه اللي بتلعب وبتشارك هي اللي تكون موجوده واشوفها واختار اللي انا عايزه وما اختارش اللي انا عايزه. في مقابل ما عنديش مسابقه مصريه كانت شغاله وما عنديش الا المجموعه بس اللي كانت في منتخب مصر، فده قرار صحيح انا بايده فيه وانا متفائل جدا بتجربه كارلوس. نتمنى ان شاء الله انه يكون موفق وينجح في مهمته، واللي بالمناسبه مش مهمه مستحيله، ممكن تبقى صعبه لكنها ليست مستحيله، وبالتاكيد حد بخبراته وكفاءاته وتجربته الحقيقه سواء انديه او منتخبات يقدر ان شاء الله يكون يصنع فارق مع منتخب مصر. بشكركم، وقتنا بيجري معاكم هوا، بشكركم شكرا جزيلا دكتور وليد الحديدي مينا ماجد على وجودكم معانا، وان شاء الله باذن الله يتجدد اللقاء معاكم في حلقه العالمي يوم الاربعاء اللي جاي، وبشكر طبعا جمهور النادي الاهلي على المتابعه، وان شاء الله نتقابل في مناسبه يكون فيها النادي الاهلي راجع لشكله وراجع لمستواه وراجع لادائه. عندنا مباراه امبي، كل التوفيق لرجالتنا، وقادرين حتى ولو كان الوقت ضيق نرجع، مهم كل واحد يقف يراجع حساباته بشكل كويس. الاهلي اسم كبير جدا وجماهيره عريضه جدا تستحق الكثير والكثير. بشكر حضراتكم على المتابعه، ونتقابل مع بدايه الاسبوع الجاي ان شاء الله وحلقه جديده. تحياتي لحضراتكم.